بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الجنائز والحديث 57 بعد 100، حديث عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر. السدر هو شجر السدر أو ورق السدر المعروف، يعني كان في حديث المعطية السابق: اغسلنها يعني 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورة. في الغسل الأخير يكون فيها كافور، والغسلات قبل ذلك بماء وسدر. وطبعا يغني الصابون، يعني إذا لم يجد السدر فالصابون يعني منظف ومطهر. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه. الحنوط اللي هو الطيب الذي يوضع للميت، فهو لما كان محرما فأيضا أنه يبعث بهيئة الإحرام، يبعث ملبيا، قل لبيك اللهم لبيك، فلا بد أن يحافظ على هيئة الإحرام، فلا يضع طيبا لا يضعون له الطيب، ولا يخمروا رأسه، لا يغطي رأسه، لأن المحرم لا يغطي رأسه. في بعض الروايات ولا تخمروا وجهه ورأسه، ولكن الصحيح أن الوجه ليس فيه شيء. في رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال هذه الرواية رواها مسلم، وقال رحمه الله: الوقص كسر العنق. فقصه يعني كسر عنقه، يعني لعله وقع عن البعير وداس البعير على رقبته فمات. قال النووي: وقوله اغسلوه بماء وسدر دليل على استحباب السدر في غسل الميت، وأن المحرم في ذلك كغيره، وهذا مذهبنا. يعني السدر ما هوش طيب، يعني هو منظف يعني زي الصابون. وبه قال طاووس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. وطبعا حديث حج عليهم، حديث البخاري ومسلم. وقوله: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه. بالنسبة للرجل طبعا لا يغطي رأسه بقلنسوة مثلا أو غطرة أو عمامة، ولكن يمكن أن يحمل شيئا منفصل عن رأسه زي شمسية مثلا، فهذا ليس ببأس. فيقول: أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه. بنلاحظ الأوتوبيسات بتاعت الشيعة اللي في الحج بتبقى من غير سقف، يعني ان هو الشيعة يظنون حتى لو واحد راكب أوتوبيس بيطلع راسه برا شباك الأوتوبيس، فهم لهم أشياء يعني عجيبة. يقول: وقال الشافعي والجمهور: لا إحرام في وجهه بل له تغطية الوجه، وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة. هذا حكم. وطبعا كلمة كشف الوجه أيضا مش صحيحة، لا يعني لا يجوز تغطية الوجه بنقاب، ولكن ما نقولش يجب كشف الوجه، لأن يعني هو يغطى الوجه بإيه؟ بغطاء الرأس، ولكن لا يفصل نقاب على الإيه؟ على الوجه. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الخفازين. مش معنى كذا، مش معنى ذلك ان هي تكون مكشوفة الوجه ومكشوفة اليدين، ولكن يمكن ان تخفي يديها في يعني في كم درعها او في كمها، يعني يكون طويل شوية الكم وتطيله، يعني من اجل ان تغطي يديها، وايضا تجعل الغطاء الرأسي في طبقة مثلا او طبقتين تسدلهم على الايه؟ على الرأس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم السراويل. مش معنى ذلك ان هو يعني يكون مكشوف السوء، ولكن يستر نفسه بالإزار اللي هو غير مفصل على الرجلين. فأيضا لا تنتقب، يعني لا تغطي وجهها بالنقاب، ولكن يعني تغطي يعني وجهها بغطاء الرأس أو بشيء من غطاء الرأس. فيقول الشافعي والجمهور: لا إحرام في وجهه بالنسبة للرجل بل له تغطيته، وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة. هذا حكم المحرم الحي. أما الميت فمذهب الشافعي والموافقين أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق، يعني كالحي تماما، وكان في هذا الحديث: ولا يحرم تغطية وجهه بل يبقى كما كان في الحياة،
ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها وإنما هو صيانة الرأس، فإنهم لو غطوا وجوههم لم يؤمن يؤمن أن يغطوا رأسه. قال الحافظ ولا تحنطوه، ثم على ذلك بأنه يبعث ملبيا، فدل أن سبب النهي أنه كان محرما، فإذا انتفت العلة انتفى النهي، وكأن الحنوط للميت كان مقررا عندهم لو الطيب للميت كذا. قال ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا. قال البيهقي فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه، يعني بالنسبة للميت الغير المحرم بيوضع له الحنوط الوطيب ويغطى رأسه. طبعا الكفن بيكون ساتر للرأس للقدم، يعني بيربط خلف الرأس وخلف بعد القدمين. وأنه إنما وقع لأجل الإحرام خلافا لمن قال من الملكية وغيرهم أن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي. طبعا ده خلاف الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فكأن هيئته فيه ينبغي أن نحافظ على هيئته في الإحرام لأنه يبعث ملبيا. قال ابن دقيق العيد وهو مقتضى القياس، لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس، إن قوله أن الإحرام ينقطع بالموت يعني طبعا الأعمال كلها بتنقطع بالموت، ولكن بالقياس سنقول أن هو يكفن زي أي إنسان يكفن، لأن بالموت انتهت العبادة زي واحد كان بيصلي ومات في الصلاة، فهذا مقتضى القياس أن هو يكفن زي أي ميت آخر. ولكن الحديث بيّن يعني كيفية معينة لتغسيل وتكفين الميت المحرم، يعني هذا يقدم على القياس. فإذا كان إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا طلع الصباح أغنى عن المصباح، فالقياس يحتاج يعني إليه عند عدم النص، ولكن مع وجود النص فمهما كان قياس حسن من حيث النظر فهو مردود بالقادح المسمى فساد الاعتبار. فالقول بأن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي، نقول هذا لو لم يوجد هذا الحديث، ولكن وجد هذا الحديث في بيان كيفية تغسيل وتكفين الميت المحرم، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، ثم بيان العلة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول وقال بعض الملكية إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم، ولكنها وقعت حال يتطرق إليها لاحتمال إلى منطوقها فلا يستدل بمفهومها. وقال بعض الحنفية هذا الحديث ليس عاما بلفظه لأنه في شخص معين. وطبعا يعني كما قلنا أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لشخص في الأمة وخطاب لكل الأمة، فلا نقول أن هذا خاص بهذا الميت، ولكن هو خاص بكل ميت محرم يموت. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأي فرد في الأمة خطاب لكل الأمة، احفظ الله يحفظ، ليس هذا خاصا لابن عباس، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ليس خاصا بابن عمر رضي الله عنهما، ولكن هذا تشريع عام للأمة. فالقول بأنه ليس عاما بلفظه لأنه في شخص معين، ولا بمعنى لأنه لم يقل يبعث ملبيا لأنه محرم فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل. وقال ابن بزيزة أجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأنه مخصوص بذلك الرجل، لأنه إخبار صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل، وذلك غير محقق لغيره. وتعقب ابن أخيخ العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام مش لأجل أن هو حج قبل، فنقول يبقى مش ما ندري أن أي محرم يموت أن حج قبل أو لم يقبل فنحن نغسله كما نغسل أي ميت، هذا كلام مردود. يقول وتعقب ابن أخيخ العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام لا من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له أن حجه قبل، فتعم وهو ما كان أكمل الحج يعني كان في الحج يعني. يقول فتعم كل محرم، أما القبول وعدمه فأمر مغيب يعني ما يرتبط به عمل أو حكم شرعي. واحتج بعضهم بقوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وبقوله إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، يقول ليس هذا منها، فينبغي أن ينقطع عمله بالموت. وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروا. وقال أيضا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني مش معنى ذلك أنه لا ينتفع إلا بسعيه، يعني قد يوهب له من سعي غيره،
واحد عمل عمرة وأهداها مثلا أو لبى بعمرة أو حج أو تصدق بصدقة عن ميت فينتفع بها ولا شك. بالنسبة للعبادات البدنية أو المالية البدنية، أما العبادات زي يعني قراءة القرآن فمختلف يعني فيها، والرجح شيخ الإسلام تيمية أنها أيضا تصل، وإن كان هذا ليس من سعيه كما تقول أنت المال الذي معك تنتفع به، ولكن لو وهب لك من مال غيرك فتنتفع أيضا به. قال ابن المنير في الحاشية: وقد قال صلى الله عليه وسلم في الشهداء: زملوهم بدمائهم. فالشهيد في المعركة مع الكفار لا يغسل بل يكفن بدمائه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله يعلم أو أعلم بمن يكلم في سبيله إلا أتى يوم القيامة وجرحه يثعب دما، أي يسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيأتي جرح يسيل دما. وقالوا هذا الجرح الذي يموت منه، ليس الجرح الذي يندمل ويبرأ منه تماما ويعيش بعده. كما أن أهل الصيام الذين صانوا صيامهم يأتون يوم القيامة رائحة أفواههم مثل رائحة المسك، يعرفون بذلك يوم القيامة. يقول قلب منير في الحاشية: قد قال صلى الله عليه وسلم في الشهداء: زملوهم بدمائهم، مع قوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فعم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب، مش هنقول ده كان يقاتل في سبيل الله فنكفنه في دمائه والثاني كان يقاتل رئة وسمعة، هذه أمور مغيبة إلى الله عز وجل، ولكن في الظاهر أنه قتل في المعركة مع الكفار فلا يغسل ولكن يدفن بدمائه، لأن هذا شرف يعني له يوم القيامة. فهذا قياس يعني الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أن حجه قبل، وأما يعني غيره فلم نعلم هل قبل أم لا. يقول: فعم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب، فينبغي أن يعم الحكم في كل محرم، وبين المجاهد والمحرم جامع، لأن كلا منهما في سبيل الله، وإن الجهاد والحج عبادات مالية بدنية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج في سبيل الله. والذين يعني فتحوا بند في سبيل الله يعني رجعنا للجهاد يعني وحده، وبعضهم تلخص فقال: الحج في سبيل الله، كان في الايه في الحديث يعني. قال العلامة عبد الله البسام: ما ملخصه ما يؤخذ من حديث جواز اغتسال المحرم، يغتسل يغسل بماء وسدر كما بين، الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته، إذ أمرهم أن يجعلوا في الماء سدرا، أن تغير الماء بالطاهرات لا يخرج الماء عن كونه مطاهرا لغيره، لأن قال: اغسلوا بماء وسدر، حديث أم عطية: بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا. فكل غسلات مضافة. بعضهم قال أنه يغسل بعد ذلك غسلة بماء قراح يعني غير مضاف إليه شيء، ولكن الصحيح أن الماء الذي أضيف إليه غيره فهو طاهر مطهر حتى يخرج عن اسم الماء، حتى يقال ده شاي أو ده موارد أو ده شربة لا يجوز التطهر به وإن كان طاهرا في ذاته، ولكن مية عليها سدر أو عليها كفور أو عليها صابون فهي يعني ماء طاهر مطهر. يقول: أن تغير الماء بالطاهرات لا يخرج الماء عن كونه مطهرا لغيره إلى كونه طاهرا لذاته غير مطهر لغيره، كما هو المشهور في مذهب أحمد، بل صحيح أنه يبقى طاهرا بذاته مطهرا كما هو مذهب الجمهور وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. تغطية رأس المحرم والوجه للأنثى، تغطية رأس المحرم والوجه للأنثى تحريم الطيب على المحرم، يؤخذ من الحديث حيا أو ميتا ذكرا أو أنثى، لأنه ترفه ومنافل للإحرام. أن المحرم غير ممنوع من مباشرة الأشياء التي ليس فيها طيب كالسدر والأشنان والصابون غير المطيب ونحوها، لو مش الصابون أبو ريحة اللي هو فيه ريحة ظاهرة، وإن كان الشيخ العثيمين يقول هذا صابون يعني حتى لو فيه ريحة، ولكن الأحوط طبعا ألا يستعمل بالنسبة للمحرم سواء كان حيا أو تغسيل الميت المحرم، الصابون اللي فيه يعني طيب. جواز الاقتصار في الكفن على الإزار والرداء، وطبعا ثوب واحد ساتر يعني هذا هو الواجب، ولكن يسن 3 رجال و5 للنساء. وقيل من مات محرما وأن عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة حتى يبعث عليه. أن من شرع في عمل صالح من طلب علم أو جهاد أو غيرهما ومن نيته أن يكمل فمات قبل ذلك بلغت نيته طيبة وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة.
أنه هو مات وهو بيطلب العلم، مات وهو يعني في الجهاد في الحج، أنه هو ينمى له يعني عمله إلى يوم القيامة. الحديث 58 بعد 100 حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا النهي. والصحابي لما يقول نهينا أو أمرنا أو من السنة كذا أو كنا في زمن الوحي نفعل كذا، كل هذا له حكم الرفع يعني النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أمرهم وينهاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قال نوي معناه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهي كراهة، نهي كراهة التنزيه لا نهي عزيمة التحريم. ومذهب أصحابنا لما الشافعية أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث لقولها ولم يعزم علينا. قال القاضي قال جمهور العلماء يمنعنا من اتباعها، وأجازه علماء المدينة وأجازه مالك وكرهه للشابة، مرأة الشابة يعني خشية الإيه، خشية الفتنة. هو طبعا اتباع الجنائز شيء وزيارة القبور شيء آخر. بالنسبة لزيارة القبور النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني لعن، يعني قال لعن الله زورات القبور، وفي رواية زائرات القبور، والمتخذين عليه المساجد والسراج. وكان ضعف الشيخ الألباني زائرات، فتبقى رواية زورات للمكثرات من الزيارة. وكان هناك حديث ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقال إن هذا كان في نهي في ابتداء الأمر يعني قبل استقرار التوحيد في القلوب عن زيارة القبور من أجل تعظيم المقبورين وكذا. ثم لما استقر التوحيد في القلوب يعني نفس السلام رخص في زيارة القبور ونسخ النهي عن زيارة القبور وبين العلة، قال فإنها تذكركم الآخرة. فيبقى الرجال والنساء محتاجون إلى تذكير بالآخرة. ومع القول بضعف رواية زائرات تبقى رواية زورات، فيكون زيارة القبور أيضا بالنسبة للنساء ليس فيها شيء، والعلة أنها تذكر الآخرة. أما اتباع الجنائز فاتباع الجنائز يكون عند المصيبة وعند خروج الميت، فيبدو أن النساء يعني عند هذه الأمور الصعبة ودفن الميت لا يتحمل يعني هذه الأشياء، ولذلك هناك نهي عن اتباع الجنائز، السير خلف الجنازة والوقوف عند القبر عند الدفن. فهذا نهي راجح أنه نهي تنزيه وليس نهي تحريم لقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فيقول ملقن هذا الحديث حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي لا يجوز أن يضاف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، فهو صاحب الأمر والنهي للصحابة رضي الله عنهم. واعلم أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو من السنة كذا أو ما أشبه ذلك كله مرفوع على الصحيح، كما قدمته في الحديث الأول في باب الأذان عند قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر إقامة، ما الذي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده. لما الصحابي يقول ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد أن لاحق برفيق الأعلى فهو في حكم الإن مرفوع. يقول ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، إن كان يحتمل إذا قاله بعده أن يكون الأمر والنهي من أدركه من الخلفاء، لكن احتمال إرادته النبي صلى الله عليه وسلم أظهر. يعني كان يقول لما يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد يريد الصحابي بأمرنا الخليفة أبو بكر أو عمر مثلا أو عثمان، فيفرق بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة غيره أو بعد وفاته يعني في عصر الخلفاء. ولكن الصحيح أنه يقول ذلك، أنه لو قال ذلك سواء في حياته أو بعد حياته فله حكم الرفع. يقول لكن احتمال إرادته النبي صلى الله عليه وسلم أظهر، لأنه أيضا صاحب الشرع، ما يقول أمرنا أو نهينا فهذا نسبة للشرع، وصاحب الشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك قال ابن حبيب ويكره خروج النساء في الجنائز وإن كن غير نوائح ولا بواكي في جنائز أهل الخاصة من ذوي الأقارب غيرهم، قال وينبغي الإمام أن يمنعهن من ذلك، يعني خاصة مع التبرج وكشف الوجوه، طبعا تكون فتنة والمقابر مكان عظة وعبرة. فلو قلنا بجواز الخروج مثلا لزيارة المقابر يعني مع الاحتياطات الشرعية، يعني أن تكون متسترة لا تفتن غيرها ولا تفتن بغيرها، فأيضا اتباع الجنائز يعني مع كثرة التبرج وكشف الوجه وتهاوي الناس
يعني في الحجاب الشرعي فيكون الأمر أشد يعني في المنع، ولكن نفرضناها ملتزمة بكل الأوامر الشرعية والتحصينات الشرعية فأيضا يكره يعني لهذا الحديث. قال يكره خروج النساء في الجنائز وإن كن غير نوائح ولا بواكي في جنائز أهل الخاصة من ذوي الأقارب وغيرهم. قال وينبغي الإمام أن يمنعهن من ذلك. قال وكان الحسن يطردهن فإن لم يرجعن لم يرجع ويقول لا ندع حقا لباطل. إن هو بعض الناس يقول لو في نساء هيرجع، فطبعا يعني لا يدع حقا بباطل يعني لأن اتباع النساء الجنائز ليس بحق، ولكن لا يترك الرجال الخروج لخروج النساء، ولكن يتقوا الله ما استطاع. وكان مسروق يحثي في وجوههن التراب. وقال النخعي كانوا إذا خرجوا بالجنازة أغلقوا الأبواب على النساء. قال ابن عمر ليس للنساء في الجنائز نصيب، المرأة لا تحتمل يعني قد تصرخ قد تولول يعني قد يصدر منها أشياء يعني مخالفة، فلذلك يعني منع النساء من اتباع الجنائز هو السنة. وقال بعض متأخري المالكية الصواب اليوم الأخذ بقول ابن حبيب لأن خروجهن يؤدي إلى فتنة وفساد كبير فينبغي للإمام أن يمنعهن من ذلك. الحديث 59 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. نقول الجنازة أو الجنازة بالكسر أو الإيه الفتح، والعامة يقولون الجنازة بالفتح يقولون الكسر إيه أفصح. أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، لأن هذا البدن مساق يعني إلى يعني روضة من هذا الجنازة، زي العروس التي تزف إلى يعني عروسها أو إلى بيت الزوجية، فهو الميت رايح روضة من رياض الجنة. وأيضا يعني روح المؤمن عندما تبشر بتطير بتحضر الغسل والتكفين ثم تصير تسير أو تطير فوق الجنازة وتقول قدموني قدموني، فهي تشتاق إلى الرحمة وإلى الجنة، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين يذهبون بها. نبشر بالسخط والعذاب والبدن يساق إلى حفرة من حفر النار، وأرواح الكفار يعني تعذب في الإيه في النار. فالسنة الإسراع بالجنازة، وقلنا مش إسراع يعني جري وهرولة، لا زي شد الرجل يعني إسراع الرجل في المشي. أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إلي وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال ابن ملقن المراد بالإسراع هنا الإسراع بالميت كما قلنا، فيتضمن الأمر بحمله إلى قبره وفرض كفاية. طبعا حمل الجنازة في السيارة والناس يسيرون خلف السيارة هذه سنة النصارى واليهود مش سنة المسلمين، ولكن المسلمون يعني من حق الميت علينا أن نحمله، واحتملها الرجال على أناقيم الناس يحملون جنازة، فهذا من باب التشريف للميت المسلم. وقيل المراد به الإسراع بتجهيزه بعد موته لئلا يتغير. أسرعوا بالجنازة يعني تعجيل الدفن يعني، وأيضا من السنة تعجيل الدفن إلا إذا كان هناك مصلحة، زي مثلا تكثير كثرة الناس مثلا يكون مات بالليل مثلا مش هيدفنوا بالليل، يعني الناس ما يصبح الصباح الناس تعرف الخبر حتى تأتي تصلي عليه، فالأفضل التعجيل ويجوز التأخير لمصلحة شرعية. قيل المراد به الإسراع بتجهيزه بعد موته لئلا يتغير، والأول أظهر هو الإسراع بالجنازة في الإيه في المشي، وعليه الجمهور. وقال النووي والثاني باطل مردود بقوله عليه الصلاة والسلام فشر تضعونه عن رقابكم. وقال القرطبي لا يبعد أن يكون كل منهما مطلوبا إذ مقتضى مطلق الإسراع، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقيده بقيد. وقال فكيما رده النووي جمود على ظاهر لفظ الحديث، وإلا فيحتمل حمله على المعنى، فإنه قد يعبر بالحمل على الظهر أو العنق عن المعاني دون الذوات، فيقال حمل فلان على ظهره أو على عنقه ذنبا، حمل فلان على ظهره أو على عنقه ذنبا أو نحو ذلك، ليكون المعنى في قول عليه الصلاة والسلام فشر تضعونه على رقابكم إنكم تستريحون من نظر ما لا خير فيه. فكأنه بيرجح أيضا يعني كما تقول العامة يعني إكرام الميت دفنه، يعني أنه هو التعجيل بدفنه، يعني هذا المثل مطابق للشرع، يعني أنه هو يسرع به في الدفن لا يؤخر يعني إلا لعلة شرعية كما بينا.
فيقول إنكم تستريحون من نظر من لا خير فيه أو من مجلسته ونحو ذلك، فلا يكون في الحديث دليل على رد قول هذا القائل. ويقوي هذا الاحتمال أن كل حاضر الميت لا يحملونه، وإنما يحمله القليل منهم، لا سيما اليوم، فإنما يحملون في الغالب يحمل في الغالب من لا تعلق له به. قال الحافظ قوله أسرعوا، نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا، يعني طبعا ظاهر الأمر الوجوب، ولكن قد تأتي قرينة تدل على الاستحباب. فقوله أسرعوا نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، كان يدل على ذلك الإجماع. وشذ ابن حزم فقال بوجوبه، والمراد بالإسراع شدة المشي مش الجري ولا الهرولة، أن بعض الشباب يظنون يعني أن السنة أنهم يهرولون فيشق ذلك على كبار السن. يقول على ذلك حمله بعض السلف وقول الحنفية، قال صاحب الهداية ويمشون بها مسرعين دون الخبب، فكين الخبب بالنسبة للحج اللي هو إيه؟ الإسراع في الخطى، تقارب الخطى والإسراع في الخطى اللي هو الرمل. وفي المبسوط للحنفية السراخسي ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة. وعن الشافعي والجمهور مراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد، وما لا عياض إلى نفي الخلاف. فقال من استحبه أراد زيادة عن المشي المعتاد، ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل. والحاصل أنه استحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة للميت أو مشقة طبعا على من يشيع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف مع حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع، لئلا ينافي المقصود يعني من النظافة وإدخال المشقة على على المسلم. وقال القرطبي مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن، ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال. وقال ابن الملقن فيه إكرام أهل الخير والصلاح إذا ماتوا بالمبادرة إلى الوصول إلى جزاء ما قدموا من الأعمال الصالحة، وجزاؤها من فضل الله ورحمته. وفيه تقليل مصاحبة أهل الشر، قوله وشر تضعونه أو شر تضعونه عن رقابكم، الإنسان يقلل من مخالطة أهل الشر. طبعا الأصل أنه لا يخالطهم، ولكن قد يبتلى بهم في عمل مثلا أو في مكان، فيصبر حتى يجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. فالعلماء يقولون فيه تقليل مصاحبة أهل الشر إلا فيما شرع بسببهم من بعد موتهم لبعدهم عن رحمة الله، فلا مصلحة في مصاحبتهم، فيسرعون ويدفنونه ويتركونه لعمله. وكذا ينبغي اجتناب مصاحبة أهل البطالة وغير الصالحين. الحديث 60 بعد 100 عن صمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. فالإمام بالنسبة للرجل طبعا الميت بيكون يعني في القبلة ورأسه على يمين الإمام، يعني الإمام الذي سوف يصلي يعني على الميت. بالنسبة للرجل يقف عند رأس الرجل الميت، وبالنسبة للمرأة يجلس يقف في وسطها قبل حتى يسترها يعني عن المصلين. راوي الحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، اختلف في كنيته، فقيل أبو سعيد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو عبد الله، سكن البصرة، وكان زياد يستخلف عليها على البصرة 6 أشهر وعلى الكوفة 6 أشهر. فلما مات زياد كان على البصرة، فأقره معوية عليها عاما ثم عزله، وكان عظيم الأمانة صدوق الحديث يحب الإسلام وأهله. مات 58 وقيل 60 بالبصرة. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 123 حديثا صمرة بن جندب رضي الله عنه. قال ابن دقيق العيد الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة، والوصف الذي ورد في الحديث هو كونها ماتت في نفاسها، وصف غير معتبر بالاتفاق. إن مش عشان ماتت في نفاسها النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وسطها فقام وسطها، فهذا وصف غير معتبر، مش دي علة الحكم يعني، ولكن علة أنها امرأة اللي هو مناط الحكم يعني. فيقول الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة، والوصف الذي ورد في الحديث وهو كونها ماتت في نفاسها وصف غير معتبر بالاتفاق،
وإنما هو حكاية أمر واقع. وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا من الفقهاء من ألغاه وقال يقام عند وسط الجنازة يعني مطلقا، ومنهم من اعتبره وقال يقام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، وذكره بعض مصنفي أصحاب الشافعي أو اتفقوا عليه. وقد قيل إن سبب ذلك أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم، فقيام الإمام عند عجيزتها كالسترة لها ممن خلفه. قال الصنعاني هذا وقد ورد به النص، فإنه أخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود عن أبي غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها، يقول وفيها العلاء بن يزيد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة لكنية أنس بن مالك رضي الله عنه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. فدل على رفع هذا الايه ان هو يعني كان هذا فعله، ثم نسب ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال على ابن باز واسناده جيد وحجه قائمه على التفرقه بين الرجل والمراه في الموقف، ودليل على ان السنه الوقوف عند راس الرجل وسط المراه، والله اعلم. نفرض ان في يعني عدد يعني من الرجال والنساء، يعني امرأة او رجل او رجلين وامرأة او امرأتين ورجل، فكيف يقف الامام؟ قال العلامة عبد الله البسام فإذا واذا اجتمع جنائز فيكفيهن صلاة واحدة كما يفعل في الحرم، يعني فان كان نوعا واحدا قام الامام قدم الامام افضلهم بعلم او تقى او سن، يعني يقدم العلم او التقى او الايس، طبعا التقوى يعلمها الله عز وجل، ولكن بحسب الظاهر يعني واحد معروف بالصلاح او كذا فيقدم على غيره، وان كانوا رجالا ونساء قدم الرجال على النساء، والصلاه على الجنازه شفاعه في المصلين من المصلين للميت، فينبغي اخلاص الدعاء واحضار القلب لعل الله ان يتجاوز يعني عنه ويمحو عنه ذنوبهم. طبعا لو وضع الرجال ثم النساء فكان الذي يلي الإمام رجل فيقدم الرجال على النساء، فهو يصلي ناحية رأس الرجل لأن الذي أمامه رجل، ولكن لو كلهم نساء مثلا أو امرأة واحدة يقف في وسطها ويقدم يعني من جهة الإمام يعني الرجال ثم النساء. أنا أذكر لما مات أخونا الفضل الشيخ فاروق الرحماني وصلى الله عليه في الحرم، يعني إمام الحرم قال قدموا، يعني كان هو شيخ في قطر يعني ما وكان يعني من القراء وله يعني فضله ودعوته، فقدموه لفضله وعلمه رحمه الله. فيقدم يعني مما يلي الإمام الأفضل الأتقى والأصلح والأقرأ للقرآن، وإن كانوا سواء فيقدم بالسن، وأيضا يقدم الرجال على النساء. الحديث 61 بعد 100 عن أبي موسى عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال المصنف الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، سلقوكم بألسنة حداد، والصاد والسين قريبين يعني في المخرج، وفي لغات العرب بعض الكلمات يعني بعضهم يطلقها بالسين وبعضهم بالصاد، فسلقوكم أو صلقوكم بالصاد، فالصالقة بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكاء، ويقال فيه بالسين المهملة بدل الصاد، ومنه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد. وعن ابن العربي الصلق ضرب الوجه، هكذا حكاية صاحب المحكم والأول أشهر أنه يعني رفع الصوت. والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها، يعني من علامات الجزاء أن هي تشق الجيب يعني فتحة الصدر. ولفظ أبي صخرة عند مسلم أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، أي حلق رأسه وسلق صوته أي رفعه وخرق ثوبه. قال ابن ملقن كأن براءته عليه الصلاة والسلام من هؤلاء من باب قوله ومن غشنا فليس منا ونحوه، أي ليس من أهل سنتنا
ولا من المهتدين بهدينا، فالمراد المبالغة في الزجر وليس المراد به الخروج من الدين. كان في قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن الشرك كفر والمعاصي سواء ليست بكفر عند أهل السنة. هنكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. قال الإمام النووي ويجوز أن يراد به ظاهره وهو البراءة من فعل هذه الأمور، حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصلقة، قل الذي ترفع صوتها التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحلقة التي تحلق شعرها لموت زوجها أو ولدها أو أبيها، والشاقة التي تشق ثوبها من باب الجزع والحزن على الميت. فكلمة أنا بريء قيل هو كقوله من غش فليس منا، يعني ليس أو ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعلمنا حقه، أو ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ليس منا ليس على سنتنا الكاملة، أو ليس مؤمن كامل الإيمان. فيكون هنا أيضا أنه بريء أنه هو ليس إيمانه أو ليس إيمانها يعني كاملا. ويجوز قال نووي ويجوز أن يراد به ظاهره البراءة ممن فعل هذه الأمور ولا يقدر فيه حذر، وأصل البراءة الانفصال. ثم قال هذا القول منه صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم هذه الأفعال، أن مش معنى هو بريء يعني أن الإنسان كفر لو فعل هذه الأفعال، ولكن إشارة أن هذه الأفعال يعني من المحرمات دليل على التحريم. ثم قال هذا القول منه صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم هذه الأفعال لإشعارها بالسخط لقضاء الله تعالى وقدره، الصراخ بصوت مرتفع والشق والحلق، وذلك كبيرة من كبائر الذنوب، حيث اقتضى فعل هذه الأشياء التبرؤ من فاعلها ولعنه وخروجه من طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا فيش في الحديث لعن هنا، وإن اعتقد معتقد حل فعلها كان كافرا، طبعا مع ثبوت ثبوت النهي. فنكتفي بهذا القدر ونجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول أنا سائق تاكسي ويركب معي فتيات، هل هذه تعتبر خلوة؟ طبعا التاكسي مكشوف والشارع مكشوف فلا تعتبر خلوة، إلا إذا كانت مثلا امرأة واحدة ويسير بها في طرق يعني بعيدة وغير مأهولة يعني خارج البلد أو في سفر، بحيث أن هي لو قال لها شيء أو فعل شيء لا يراه أحد. ولكن تحرك التاكسي في داخل شوارع المدينة ليس خلوة. لماذا الهجوم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ وأريد نبذ عنه عن تاريخه، طبعا ما فيش وقت لذلك يعني. طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد من مجددي الإسلام، وهو الذي أقام دولة على فكر شيخ الإسلام تيمية. فالدولة السعودية الموجودة الآن يعني هي ثمرة لجهاد وجهد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذه دولة سلفية يعني موجودة، أن بعض الناس يقولون دعوة سلفية لا تقيم دولة، ولكن نقول دعوة سلفية أقامت دولة معاصرة، ولكن دعوات الأخرى لم تقم بها دولة. دخلت المسجد فوجدت رجلا يصلي جالسا على كرسي فنويت خلفه، فهل أجلس مثله أم أصلي قائما خلفه؟ يصلي قائما خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مرة يعني جرح وصلى جالسا والصحابة صلوا قياما، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي الحديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ولكن حدث يعني في الوفاة النبوية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسوه يعني بجوار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قيام، فقالوا هذا يكون ناسخ للأول، أن يجوز أن يكون الإمام جالس لعذر مرض مثلا والمأموم قائم، وما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا وكان أبو بكر قائما. وبعضهم قال إذا ابتدأ الصلاة يعني قائما
جالسا يبدأون معه جالسا، وإذا ابتدأ يعني قائما يعني ثم جلس فلا يجلسون، لأن أبو بكر كان ابتدأ قائما ثم أتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجلس على يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قائم والصحابة قيام. والراجح والله أعلم أن هو إيه يعني لا إن صلاة المأموم يعني جالس والإمام يعني قائم، صلاة المأموم يعني قائم والإمام جالس يعني هو السنة، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل يصلي جالسا وأمامه خشبة يضع رأسه عليها، فما الحكم؟ فنقول إذا كان بيضع رأسه على الخشبة كما يضع رأسه على فرشة الصلاة مثلا بغير يعني علة وغير تعبد لشيء، فالصلاة صحيحة يعني، يجوز أن يضع رأسه على خشبة أو على فرشة الصلاة، ما فيش بأس. يقول قائل: أنا سمعت يوم الثلاثاء سمعتك تقول حجاج بن يوسف لعنه الله، فطبعا لعن المعين لا يجوز، فهو الأخ بينقل خطأ، احنا قلنا لعنة الله على الظالمين يعني، ما لأن لعن المعين لا تجوز، وطبعا كان مسلما مع أنه كان سفاك للدماء وقتل من قتل، ولكن لا نقول لعنه الله. أو بعض الناس يلعنون يزيد بن معاوية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان على هذا الجيش يزيد بن معاوية. طبعا يزيد يعني فعل ما فعل في المسلمين يعني في الحرة في المدينة، كم قتل من الصحابة رضي الله عنهم، والقتال لعبد الله بن الزبير وغير ذلك، ولكن يعني نحن يعني ما نلعن يعني المعين، حتى لعن الكافر المعين لا يجوز، لا تقول فلان مثلا نصراني أو يهودي لعنه الله، لماذا؟ لأنه قد يسلم والعبرة بالخاتمة، فلعن المعين لا يجوز، ولكن تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود والنصارى، فهذا يجوز. فأنا قلت لعنة الله على الظالمين لم أقل لعنة الله عليه. يقول: رجل قام بسم حماره فمات لأنه أعضه أكثر من مرة، فما حكمه؟ نقول أنه هو يعني كان ينبغي أن يرفق به لأنه حمار يعني، ما كان ما هو عاقل يعني، فينبغي أن يكون العاقل يتصرف مع الحمار، غير الحمار ما يتصرف مع العاقل يعني، فلا يعني يعمله مثلا بمثل يعني، والله أعلم. رجل يمتلك فرسا فيقول رجل آخر: تأخذ الفرس وتعطيني الحمار على أن تدفع لي مبلغ معين، فهل يصح؟ هل يصح ذلك؟ مش عارف إيه شغلانة الحبير النهاردة. أم تسمى بيعتان في بيعة؟ نقول إن الأفضل إن هو إيه إن يبيع له الفرس ويشتري الحمار، تبع بيعتين منفصلتين، فهذا أبعد عن الشبهة، ما يقولوش خد ده واديني ده واديني الفرق مثلا، فالأفضل إيه فصل البيعتين، والله أعلم. ده يسأل الكاتب التقليدي هذا. في أخ بيسأل يقول: حديث اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كتب الله له حسنات بعدد المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هذا الحديث يعني أخونا ياسر يقول صححه الألباني، وهو أورده المنذري في الترغيب وصححه الألباني. حديث السوق أيضا رواه الترمذي وحسنه وذكره الألباني في صحيح الجامع. سائلة تقول: اعتمرت من قبل 3 مرات وأتمتع بصحة جيدة، وسوف تعتمر ابنتي وتريد أن تؤدي العمرة عني بعد أن تعتمر هي، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز، العمرة أو الحج يكون عن الميت أو المعضوب، المعضوب اللي هو الغير قادر بنفسه يعني، واحد عنده مال مثلا أو هو لا يستطيع أن يذهب، لا يتماسك على الراحلة، لا يستطيع السفر مقعد، فيجوز أن يعتبر عنه أو يحج عنه، ولكن الذي يعني بصحة جيدة ويمكن أن يعتمر فيعتمر لنفسه.
فهي إن شاء الله تعتمد لنفسها، لا تحتاج إلى من يعتمد عنها. رجل صلى فلما فرغ أخبره أحد المصلين أن شيئا من عورته كان ظاهرا أثناء الصلاة، هل عليه الإعادة؟ ليس عليه الإعادة، الصلاة صحيحة. يعني أنه كان جاهل بأن بما ظهر يعني منه، كما أنه لو وجد على ثوبه نجاسة يعني بعد الصلاة فليس عليه الإعادة. ولو صلى لغير القبلة لم يعرف اتجاه القبلة، بعد أن صلى أخبره مخبر أن القبلة في اتجاه الآخر، فالصلاة صحيحة ليس فيها شيء. وإذا عليها شواهد كثيرة، يعني منها المرأة التي كانت تحيض حيضة كثيرة منكرة تمنعها الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا يعني عرق، والرجل الذي يعني كان يضع حبلا أبيض وحبلا أسود وينظر إليهما متأولا قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. وهذا طبعا عشان نشوف حبلين من بعض بعد الفجر فترة. فنقول للصلاة صحيحة إذا كان جاهل أن شيئا من النجاسة على بدنه أو كشف شيء من عورته دون أن يدري. هل يجوز خروج صدقات للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو الإفادة. طبعا يجوز، ولكن أنا أقول للأخ هو أحق أفقر يعني إلى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدق لنفسه. نعم ياخذ الاجر ان شاء الله، ولكن كان قال شيخ الاسلام تيميه ان الايه لم يكن من هدي السلف انهم يتصدقون ويهدون، ولكن كانوا يدعون للاموات ويصلون لانفسهم. نعم يعني ما هو البدعه مقاطعه الدرس هكذا. هل من حق المسلم أن يوصي بدفنه في مقبرة خاصة به وحده ولا يدفن في المقبرة الجماعية التي عبارة عن حجرة كبيرة؟ نقول طبعا من حقه ذلك، أنه هو يوصي أن يدفن في مقبرة، ولكن ما تكونش بعيدة عن مقابر المسلمين، تكونش في مسجد أو جنب بيته أو خشية يعني أن توجه له العبادات يعني بعد ذلك، أو لابد أن يكون في وسط مقابر المسلمين. كيف يوصي المسلم الذي يملك مكتبة كبيرة بها كتب قيمة يظن أن أولاده لا يستفيدون منها؟ يوقفها يعني في بعض المساجد أو دور التحفيظ، أو يهبها لأحد طلبة العلم الذين ينتفعون بها ويغلب على ظن أنه ينتفع بها، أو يجعلها وقف لطلبة العلم توزع على طلبة العلم محتاجين إليها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.